سي عباس. سي عباس الزاز. عباس الزاز؟ لا 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 ما عرفتوش. الله يا ودي، هذا كان زبون عندك، كان كيتردد على هذه الوكالة ديالك بزاف ديال المرات. عباس الزاز؟ إيه. ايوا قول لي عباس الزاز، لا داك نعرفو، فين هو اليوم مسكين؟ في الحبس. عباس الزاز في الحبس؟ ايه ايه، حيت هو كان تصاب بفقدان الضحك. وكان جا عندك لهاد الوكالة هادي وتردد عليه بزاف ديال المرات وعالجتيه وجاب الله تيسير على يدك وتاه الضحك وجمعه. ايوا هاد اليامات سيدي جاه المفتش جاه يحاسبو. حيت هو اللي مكلف بالصندوق ديال الشركه. ايوا سيدي جلس المفتش كيحسب والزاز كيضحك. المفتش كيحسب والزاز كيضحك. المفتش كيحسب والزاز كيضحك. في الاخر لقاه دار ما عرفش شحال من مليون من الصندوق. هذاك شغلو يتحمل المسؤوليه ديالو. انا وريتو كيفاش يضحك وهو بغى يهجرو، ماشي شغلي. ايه سيدي، انت ما عليكش، انت اللي عليك درتيه، انت المهم راك ضحكتيه. دابا الله يخليك الا ما تشوفني انا، دابا انا مشكلتي انا الله يخليك. شنو عندك امر؟ شنو هي مشكلتك؟ انا سيدي شكوى الله هاد اليامات غبرات عليا الضحكه. ما بقيتش كنعرف نضحك، ولا عندي مشكل مع مراتي وولادي في قلب داري. حتى شي واحد ما بقى كيضحك، بحال الا تقول كاين شي ازمه ديال الضحك. وقتاش بداك هادشي؟ وقتاش لاطك هاد الامر؟ هادي مدة طويلة، ولكن هاد اليامات تجهد عليا الحال. أنا سيدي كنت كنضحك ونضحك معايا الناس، كنت إلا درت غير هكا الناس كتبقى كتضحك. ودابا العياذ بالله كلامي ولا حرام الدفلة، حتى صحابي حتى شي واحد ما بقى كيضحك معايا، وغير شي ضحكة قليلة وسلام. درتي مزيان اللي قصتي هاد الوكالة قبل ما تهرب عليك الضحكة إلى الأبد. وفي هاد الحالة غادي يدخلك الوسواس وتنزل عليك الغبينة، وما يبقاش عندك فين يقيل الطير، ويمكنك تولي عصابي ويزهق لك الرتاج ويتلفوا لك المارة وتولي زان زان أقار الأمان. عندك الحق سيدي، عندك الحق، حتى أنا هاد اليامات حسيت براشي ماشي هو هذاك. وليت سيدي ما بقيتش كنضحك كيف كنت. أنا كنت إلا سمعت شي غير شي حاجة كتقبضني كريس ديال الضحك، ودابا العياذ بالله وليت كنتعصر باش ندير شي ضحكة والو. حمد الله اللي باقي عندك انقشة ديال التفكير، وقصتي هاد الوكالة اللي غادي تخرج منك الضحك بالهليك زيلك. والله يجازيك بخير سيدي الا ما تعتقني قبل اللي يهزني الماء ويهرب بيا الحصر بحال كيف كيقولوا شي قومان. اولا وقبل كل شيء، حالتك العائلية والمادية والاجتماعية باش نشوف اش من نوع ديال الضحك غادي نعطيك. علاه سيدي الضحك حتى هو فيه انواع. معلوم الضحك فيه وفيه، الضحك اشكال والوان، كاين مثلا الضحكه الصفراء وكاين الضحكه ديال المجامله وكاين الضحكه ديال قديان حاجه وكاين الضحكه من الاعماق وهذه قليله وثمنها مرتفع في السوق. اسيدي انا مزوق فيك، انا مزوق فيك اسيدي، انا مزوق، أنا مزوق فيك. هاد الضحكة من الأعماق هي اللي محتاج ليها سيدي، أنا مزوق فيك. باختصار. نعم أسيدي. حالتك العائلية والمادية؟ لا أسيدي أنا متزوج. مزيان. متزوج بجوج عيالات. بالحق وحدة مطلقة بثلاثة ديال الأولاد. ما كاين مشكل. كيتسنى سيدي عام ديال الكرا. هي سيدي كنربح 1000 درهم. في النهار؟ لا سيدي في الشهر. في الشهر. كاريبيت مع الجيران ب 300 درهم. عندي يا سيدي جوج ولاد كبار مع المرأة الأولى، هما اللي كيعاونوني على مصاريف الزمن. خدامين يعني؟ أيها سيدي خدامين. فاش؟ واحدة سيدي بورتر. واحدة سيدي متر ناجور. متر ناجور. أيها سيدي في الحمام. إيوا نقولك الساهل. أيها سيدي. أيها سيدي. المهم حنا ساكنين في بيت واحد. أيه. أنا ومراتي وجوج ولادي مع المرأة القديمة، والولد مع المرأة الجديدة، ونسيبتي، وداعيني ملكة. وداعياني المراه النفقه، وداعيني يا سيدي واحد السيد جاري فرق له ولده فرق له بنته، وسير وسير عبد حبس حبس بركه حبس لين غادي حبس، ما زلت حتى شي كلمه. واخا سيدي انت مغرق بهذه المشاكل وباغي تضحك من العمق. يستحيل. يلا امشي امشي. الله يخليك. امشي. الله يخليك يا سيدي الا ما تشوف من حالي وتضحكني، انا مزوق فيك، رانا محتاج الضحك، باغي نضحك.
شوف وليدي انت شتي واخا يجيبوا لك الروبويات يبداو ينغزوك ما تضحكش، يتحاماو فيك المضحكين ديال العالم يحكيو لك النكات المزيانه ما تضحكش، يفيقوا شر شوبلان من القبر يصاوب لك افلام ما تضحكش. يستحيل. علاش سيدي علاش هي دابا انا ما بقاش عندي الحق باش نضحك ياك؟ قلتي انت كنتي كتضحك مراتك واصحابك. اياس كيفاش؟ اياس كيفاش؟ ملي يلاه تزوجت مع مراتي كنت الا حكيت لها شي حاجه كتقبضها كريز ديال الضحك. دابا وليت كنقول لها فلانه ضحكي شويه ابتسمي شويه، كتقول لي بعد مني بعد مني قال ضحكي. ايوا صافي ايوا هذه هي قصه الضحك والمضحك فينا. عندها الحق عندها الحق، انت مغرقها بالمشاكل بغيتها تضحك. والله يخليك انا نزوج فيك سيدي لما تشوف لنا شي حل، بما انك انت اختصاصي في الضحك ضحكنا. يا ما عليناش، انا غادي نوريك وليدي واحد القائمه ديال الناس اللي ما يضحكوش من الاعماق ابدا. اولا الذين يقل دخلهم الشهري عن 2000 درهم ولا يزيد عدد ابنائهم على 2. الثانيين الذين ينقصهم المال وراحة البال بصفة عامة. ثالثا المدمنين على القمار وخصوص الخيول والكلاب والعيطة. العيطة؟ القرصة. القرصة. خامسا المخلوضون عندما تستيقظ ضمائرهم. سادسا العاطلون المعقدون. أسي الضحك الله يخليك، أنا راه جيت باش تخفف عليا ماشي تزيدني هم على هم. الله يخليك سيدي ضحكني. وين بغيتك باش تكون على بينا من الامر. ايوا سيدي اسمح ما عليناش. واخا سيدي انا غادي نسقسيك واحد السؤال الروتيني. نعم سيدي. قول لي مثلا الا كان عندك بزاف ديال المال اش يمكن لك تعمل به؟ يا خويا يا سيدي وفين قصيني؟ الا كانوا عندي الفلوس اول ما غادي نعمل غادي نشري دار وغادي ناتتها وغادي نكسي الدراري وغادي نبدل المراه. قدامها ما مزيانينش. ونعم سيدي والعدس غادي نضرب عليه. غادي نبدا ناكل غير المشوي والملوي واللحم محمر والمجمر والمكوفر والمشودر والمعمر والمفور وناكل غير القطبان. نعم سيدي وغادي نشري التقاشر ونشري النضادر ونشري المشاور ونشري نعم سيدي شغنشري؟ قول لي اش غادي نشري؟ غنشري قطبان ناكل قطبان وغنشري دار وغنشري كار. بس حبس حبس بركة بركة. انت يستحيل واش تضحك من الاعماق. علاش اخويا علاش؟ لانك عندك عقدة في. عقدة في؟ ايه فيلا فواتور فيديو فيتمان فيتامين فاليز فواياج فاكاز. ولهذا ما يمكن لك تضحك الا لك عندك هادشي. اسيدي هذا انا كنظن هذا ماشي مشكل، والدليل هو ان الوالد ديالي ما كانش عنده هادشي ومع ذلك كان كيضحك. انا كنعقل على الوالد ديالي الله يذكره بخير كان كيضحك الى سمع الطياره دايزه في السما كتشدو كريز ديال الضحك. اليوم تبدل الشغل وهادشي اللي كتحكي لي اكل الظهر عليه وشريب زياده على الوالد ديالك كان ملقح بحقنه قاف شين. قاف شين قانع شبع. ما عليناش انت باغي تضحك قلتي. يا سيدي انا باغي نضحك، انا باغي نتفرقع بالضحك، انا باغي نموت، باغي نموت بالضحك انا. اذا غادي نبدا معاك مسائل بسيكولوجيه سيكولوجيه. واخا سي كتعرف تحكي النكات؟ الله يا ودي انا بارع في النكات، انا حتى شي ما ترشحوني كاع باش نبدا نص شهرات وما بغيتش، انني كنخاف كنخاف وكنحشم. يلا احكي. انا احكي لك اسيدي واحد النكته. يلا واسمعني مزيان. انا كنسمع. هذا واحد السيد مسكين متسول كان واقف راس الدرب حتى وقفت عليه واحد السياره فخمه نزل منها واحد راجل ضخم وحامل في يده واحد البيدله. جا عند داك المسكين السلام عليكم. وعليكم السلام. بسم الله سيدي. شنو هذا سيدي؟ هذه واحد الكسيوه هديه مني ليلك لانها صغرت عليا. واخا سيدي الله يطول عمرك الله يجازيك بخير الله يجيب من حالك الله ياخذ بيدك.
مشى السيد لسيارته ركب ويتبعو داك المتسول. السي محمد السي محمد. نعم سيدي. الله يخليك سيدي انا متوقف فيك بغيت نرغب واحد الرغيبه. تفضل قول. الله يخليك سيدي الى ما الى صغرت عليك هاد السياره الى ما تجيبها لي انا كنكون ديما واقف هنايا. وهادي نكته اخرى. وهادي نكته اخرى. هذا واحد الاستاذ سول التلاميذ ديالو قال لهم شنو كتمنوا تكونوا في المستقبل. قز واحد هزيدي قال له كنتمنى نكون طبيب. الثاني قال له محامي. الثالث قال له مهندس. الرابع قال له وانت؟ قال له انا كنتمنى يكون نوجد عمل اللي يكون عندي الدخل ديالي فيه مليون سنتيم في الشهر بحال الوالد ديالي. قال له علاه الوالد ديالك حتى هو كيدخل مليون سنتيم في الشهر؟ قال له لا غير حتى هو كيتمنى بحالي. ها اش كاع ما ضحكتين عامز؟ لا 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 فايت لي سمع بحال هذه ولكني فيها ريحه المليون والسياره. لا شعور كيتكلم عقده في يمكن لا قال يمكن مؤكد واخا سيدي يمكن اسمح لي ما عليناش. نعم سيدي دابا غادي ندخل معاك الباب التلويم المغناطيسي. يلا سيدي بسم الله. تفضل. بسم الله سيدي. جلس جلس. اطلق الخيالك العنان. عيش في الخيال. دابا انت انسان دو مالي عندك المال. المال لا لا لا. عندك الجاه. عندك الكلمة. عايش حياة سعيدة رغيدة مفتوحة لك الشهية وعندك مرأة كترعاك وكتساعدك وعندك معها جوج ديال الوليدات كيتكلموا باللغة الحية والميتة وعندك أرصيدة في الأبناك هنا والهي الهي 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 الهي. دابا انت انسان دو مالي. سمع هاد النكته. هاد واحد جوج ديال الاصدقاء كانوا كيعوموا في البحر طلعوا تشمشوا دار واحد في الاخر قال له جيب لنا شي كسكروط. قال له لا انت جيب لنا كسكروط. قال له لا انت واحد الانسان بخيل. قال له لا 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 حتى اش غنعملوا؟ غادي نتخاطروا واللي يربح الاخر يخلص الكسكروط. قال له شنو هو الخطر؟ قال له غادي نغطسوا واللي طلع هو الاول اللي خلص كاسكروت باقي الان ما طلعوش هي. الحصول والله ما انت الا معلم. شوف انت ابتداء من تاريخ يوم غادي تولي مضحك ديالي. شوف انت غادي تتصل بيا هاتفيا في المكتب ديالي. شوف الا ما لقيتنيش غادي تخلي الوصايا عند الكاتبه. شوف انا غادي نصيفط لك السائق ديالي هو يجيبك عندي. شوف شحال كتصور انت انا غادي نضاعف لك الاجره. شوف انت غادي تولي كضحكني انا. شوف انت غادي تولي مضحك ديالي. انا انت ضحكتيني. انت ضحكتيني من الاعماق. شوف شوف بلاتي خليني نضحك مع الضحكة فيا خليني نضحك بلاتي بلاتي يا ودي بلاتي يا ودي بلاتي بلاتي نعطيك الوصفة اضحك اضحك اضحك.